حضرات المستمعين الأكارم، طائرة شهر رمضان الكريم قد وصلت. هذه الرحلة تصل في السنة مرة، قائدها القرآن الكريم، ورقم الرحلة 1445 هجرية. مسافة الرحلة من 29 إلى 30 يوم، ومدة الطيران من 14 إلى 15 ساعة في اليوم. الرجاء من المسافرين ربط حزام الإيمان والتقوى، والرجاء من المسافرين الصدقة وتفقد المحتاجين والحفاظ على الصلاة. تنويه مهم: الرجاء من المسافرين طي كل أشكال الحرام والشبهات، تجنبا للمطبات أثناء الرحلة، والتزام العبادات والأعمال الصالحة. ومع أجمل رحلة في السنة، كل عام وأنتم بخير.